السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. معنا النهاردة امتحان على يونت 1 الوحدة الاولى من كتاب جيم الاضواء. حلنا مع بعض وشرحنا الوحدة الاولى بالكامل، وهتلاقوا في صندوق الوصف قائمة التشغيل فيها الشرح بالترتيب وبالتنظيم. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 49 صفحة 49 General Exercises تدريبات عامة on unit 1 على الوحدة الأولى. السؤال الأول listen and choose، استمع واختار. The correct answer الإجابة الصحيحة from A, B, C or D من الأربع اختيارات. Hannah plays table tennis. She was born in 2007. She was 4 when she began playing this sport. She plays for الأهلي. يبقى السؤال الأول بسمع وبحل. السؤال الثاني هو محادثة. هاني اند احمد ار توكينج اباوت ذير سمر هوليداي، بيتكلموا عن اجازه الصيف الخاصه بيهم. هاني بيقول ديد يو هاف ا جود سمر هوليداي، هل قضيت اجازه صيف جيده؟ قال له اجابه، قال له سؤال، قال له اي ونت تو ماي انكلز فارم، رحت لمزرعه عمي. وات اباوت يو، وانت؟ قال له اجابه، لازم اقرا المحادثه وافهم فكرتها. قال له وات ديد يو دو ان هيرجاد، عملت ايه في الغردقه؟ قال له اجابه. ثم قال له سؤال، قال له يس اي رود ا بايك ويز ماي براذر، ركبت دراجه مع اخي. ذاتس جريت، هذا رائع. يبقى did you have a good summer holiday؟ Yes I did. هل قضيت أجازة صيف جيدة؟ قال له أيوة. قال له نقط، أنا رحت لمزرعة عمي. يبقى where did you go؟ Where did you go؟ يعني أين ذهبت لمزرعة عمي. What about you؟ وأنت؟ قال له إجابة، قال له عملت إيه في الغردقة؟ يبقى I went يعني أنا ذهبت to هيرجادة إلى مدينة الغردقة. قال له عملت ايه في الغردقه؟ قال له مثلا ايه؟ اي سوام ان ذا سي، انا عمت في البحر. ثم سأل اجابته ايوه انا ركبت دراجه، يبقى شيل يس دي ماضي، يبقى ديد يو رايد ا بايك، هل ركبت دراجه زير مثلا هناك؟ قال له ايوه ركبت مع اخي. قال له ذاتس جريت، هذا رائع. بيج 50 صفحه 50 وسؤال القطع، نقرا القطع ونترجمها ونحل الاسئله. Last summer الصيف اللي فات ماريا went on a vacation، ذهبت ماريا في اجازه او في عطله to the beach للشاطئ with her family مع عائلتها. They stayed in a small house، قعدوا في بيت صغير near the sea يعني بالقرب من البحر. Every morning كل يوم الصبح ماريا and her brother played in the sea، لعبت ماريا واخوها في الرمله. And swam in the water، وعاموا في المياه. They built sand castles، بنوا قلاع من الرمال ضخمة. And collected colorful shells، وجمعوا صدف ملونة. In the afternoons، في أوقات بعد الظهر. زي عايدة على ماريا وأخوها. Enjoyed ice cream، تمتعوا بالآيس كريم. And fresh fruit، والفاكهة الطازجة. One day، في يوم من الأيام. They went on a boat trip، ذهبوا في رحلة قارب. And saw dolphins، ورأوا dolphins. ماريا was very excited، كانت متحمسة. And took many pictures، والتقطت الكثير من الصور. In the evenings، في أوقات المساء. They walked along the beach، مشوا على طول الشاطئ. And watched the sunset، وشاهدوا منظر غروب الشمس. The sunset، غروب الشمس. ماريا loved her summer vacation، أحبت أجازة الصيف. Because she had a lot of fun، لأنها تمتعت. And spend time with her family، وقضت وقت مع عائلتها. She hopes، تتمنى to go back، أن تعود to the beach للشاطئ next summer، الصيف القادم. Answer أجب. النوع الأول من أسئلة القطع أجب. What is the main idea of the passage؟ الفكرة الرئيسية للقطع. ممكن أقول إيه؟ Maria's summer vacation، أجازة ماريا الصيفية. Where would you like to go next summer holiday؟ Why؟ أين تحب أن تذهب أجازة الصيف القادمة ولماذا؟ هتقول مثلا أي مكان هنا. To Alex، إلى الإسكندرية. يبقى To Alex طبعا فيها بحر، ممكن تعمل الكلام ده كله. To Alex، إلى الإسكندرية. To swim، عشان أعوم. In the sea، في البحر. Why did Maria love her summer vacation؟ ليه ماريا حبت أجازة الصيف بتاعتها؟ هقول because
she had a lot of fun. كان في الكثير من المتعة. And spent وقضت time وقت with her family مع عائلتها. choose اختار. Maria and her family stayed in an odd during their vacation. قعدت فين هي وعائلتها اثناء الاجازه؟ small house منزل صغير. Maria saw not on the boat trip شافت ايه؟ dolphins في رحله القارب. زي عايدة على ايه؟ ماريا واخوها. يبقى ماريا and her brother. choose اختار. I always not out at my family's workshop يبقى I always help out انا بساعد في انجاز العمل في ورشة عائلتي. help out we would like to not at a community garden to help them plant trees يبقى هنا احنا بنحب ايه؟ volunteer ان نتطوع في حديقة المجتمعية عشان نساعدهم في زراعة الأشجار. Yara was not to have a birthday present يكون عندها هدية عيد ميلاد from her friend من صديقة يبقى amazed هي مندهشة. It's important من المهم to take things تأخذ الأشياء step تبقى step by step خطوة بخطوة to achieve your goals عشان تحقق هدفك خلي الموضوع خطوة خطوة. Page 51 صفحة 51. Grandma made a nut cake for my birthday. جدتي عملت ايه؟ جدتي عملت هقول مثلا a special cake كيكة مميزة لعيد ميلادي. The nut helps countries بتساعد الدول all over the world في جميع أنحاء العالم. which need help اللي بتحتاج المساعدة United Nations الأمم المتحدة. Can you tell me the nut for coming late ممكن تقولي the reason for ايه سبب ان انت جيت متأخر. The children الأطفال nut their bikes ركبوا دراجاتهم to the park للحديقة last weekend. مدام last weekend يبقى ماضي تبقى رود عشان دي ماضي. Hala fed the birds in the garden she was very afraid of them هي خايفة من الطيور هتأكلهم ولا مش هتأكلهم مش هتأكلهم يبقى never عمرها ما أكلت الطيور في الحديقة. زي نقط هابي ات ذا كلاب يسترداي بيكوز ات فيري كراودد الدنيا كانت مزدحمه يبقى كانوا فرحانين ولا ما كانوش يبقى زي ويرنت. هنا عشان يسترداي بختار ماضي ما ينفعش طبعا ارنت ويرنت عشان ماضي هما ما كانوش فرحانين عشان الدنيا كانت مزدحمه. السؤال الخامس صح هو اوفن ما اسمهاش اوفن اسمها هاو اوفن كم مره. هاو اوفن ديد يو بلاي تنس كم مره بتلعب فيها التنس. زي didnt travel didnt بيقولها المصدر يبقى زي didnt travel هم لم يسافروا تو مارسا ما تروح لاست سمر الصيف اللي فات. جانا هارد ايفر ما اسمهاش هارد ايفر اسمها هاردلي ايفر ظرف من ظروف التكرار هاردلي ايفر. سام sometimes reads books when he was younger هنا ماضي لما كان صغير يبقى ريد بحذف الاس فعل ماضي وده ماضي غير منتظم فبحذف الاس. السؤال السادس اكتب باراجراف من 80 ل 90 كلمه على يور لاست فاكيشن. اول حاجه هكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص وابدا احدد الافكار هتكلم عن الاجازه اللي فاتت رحت فين رحت مع مين وعملنا ايه وهنستخدم زمن الماضي البسيط. ممكن نسيب مسافه في اول سطر ممكن اقول ايه my last vacation was great كانت اخر اجازه ليا كانت ايه رائعه. It was in summer. هي كانت فين في الصيف؟ في فصل الصيف. I played. أنا لعبت. With my neighbors. مع جيراني. And had fun. وتمتعت. وإيه؟ وتمتعت. I went طبعا بنستخدم الماضي البسيط. أنا ذهبت to a football club لنادي إيه؟ كرة قدم to a football club and played ولعبت in a football team في فريق كرة قدم. The coach told me مثلا ممكن اقول المدرب المدرب مثلا told me اخبرني I was talented ان انا ايه موهوب
I played with my neighbors. Then I played ثم أنا لعبت with the team مع الفريق. يبقى نقول عملنا ايه في الاجازة. مثلا I won أنا فزت the tournament بالمسابقة. With my team مع فريقي. With my team I scored 3 goals أحرزت 3 أهداف. It was إنها كانت fantastic أو fantastic vacation أجازة إيه؟ رائعة. وهكذا دي الفكرة. كتبنا العنوان في نص السطر بالعلامات التنصيص، سيبنا مسافة في أول سطر، اتكلمنا عملنا إيه في الأجازة. بيج 52 صفحة 52 بابل شيت اكسرسايزز هي تدريبات بالنظام الاختياري. كومبليت ذا فولوينج ده اكمل المحادثة جاية لي في صورة اختيارات. هنا بعض المحافظات بتطبق النظام ده هي محافظة بورسعيد فإحنا هنتدرب عليه. رنا ترافل تو ذا يو اس ايه رنا سافرت للولايات المتحدة الأمريكية in the summer vacation في أجازة الصيف. سلمى بتقول I didn't see you in the summer vacation أنا ما شفتكيش في أجازة الصيف. قالت لها أنا سافرت الصيف اللي فات يبقى I traveled last summer. سؤال إجابته I traveled to the USA يبقى روحتي فين؟ يبقى where did you travel أين ذهبتي؟ إلى الولايات المتحدة. قالت لها رائع. How long did you stay there قد إيه قعدت هناك؟ We stayed for a month قعدنا لمدة شهر. ثم سؤال اجابته I went to Alexandria وانا بقى روحت اسكندريه يبقى what about you طب وانتي روحت اسكندريه. سؤال اجابته I swam in the sea انا عمت في البحر. I am happy انا سعيده to see you again اشوفك مره تانية. يبقى which activities الانشطه اللي قمت بيها did you do there اللي عملتيها هناك. عمت في البحر قالت لها ايه اتمنى او I am happy to see you again انا فرحانه ان انا شفتك. هتقول لها ايه thank you شكرا I am happy to وانا كمان. السؤال الثاني تصحيح برضو اختياري. We usually played video games during the day. We always played in the evening. مادام دايما لعبناه بالليل يبقى عمرنا ما لعبناه مثلا اثناء النهار يبقى we never ما ينفعش usually. مادام دايما بالليل يبقى ما لعبناهوش خالص اثناء النهار. He didn't بيجوها المصدر يبقى he didn't clean هو ما نظفش سيارته. However لا بنقوله how often كم مرة did you watch videos اتفرجت عليها على الفيديوز. When were they finish طبعا هنا مصدر يبقى when do او did ما دام في last night ده زمن ماضي يبقى when did. did والفاعل والمصدر لما الاقي كلمه تدل على الماضي. they staying at a hotel when they were لما كانوا في المرسى مطروح يبقى they stayed هنا ماضي بسيطه يبقى هنا ماضي بسيط يبقى هم كانوا في الفندق لما كانوا في مرسى مطروح او هم اقاموا في الفندق لما كانوا في مرسى مطروح. كده يبقى خلصنا امتحانات الوحدة الأولى والوحدة الأولى بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.